السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارا جمهوريا قضى بإقالة محافظ البنك المركزي منصر القعيطي وتعيين محمد زمام بدلا عنه. قرار جاء بعد أكثر من شهر على قيام المملكة العربية السعودية بإيداع ملياري دولار كوديعة مالية لدعم العملة اليمنية التي عانت من انهيار كبير خلال الأشهر الفائتة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي أبعاد وتبعات هذا القرار، وإلى أي مدى بإمكانه تغيير الإدارة المالية للبنك ووقف التدهور المستمر للعملة، وهل سيتم السماح للمحافظ المعين بالتواجد في العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامه من هناك، وهل تمتلك الحكومة القدرة على دعم مهام المحافظ الجديد؟ إذن رحب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بتعيين محافظ البنك الجديد، معربا عن أمله في أن يساهم هذا التعيين في توظيف الوديعة السعودية بما يدعم سعر صرف الريال اليمني. الترحيب السعودي بحسب مراقبين دليل على كون السعودية هي صاحبة قرار تعيين زمام الذي سبق وأن أقاله الرئيس هادي منتصف 2015 من منصبه كوزير للمالية. مشاهدينا نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، إجراء رئاسي لم تتفاجأ به الأوساط المالية والاقتصادية في البلاد، على الرغم من أن الفترة القانونية لمجلس محافظي البنك الحالي برئاسة منصر القعيطي لم تنتهي بعد. القعيطي وفقا لمصادر مطلعة كان قد تقدم أواخر العام الماضي للرئيس هادي باستقالته مرارا، ما دفع بالرئيس هادي إلى إجراء مشاورات بشأن إمكانية قبول الاستقالة وتعيين محافظ جديد. يأتي ذلك فيما قدم نائب محافظ البنك استقالته أيضا من منصبه، ما يفسح المجال للرئيس بإجراء هذا التغيير. لكن الجديد ليس في تغيير محافظ البنك، بل في الشخصية التي استدعيت إلى هذا المنصب، فقد اختار الرئيس هادي الدكتور محمد زمام محافظا جديدا للبنك خلفا للقعيطي، بما يحمله هذا التعيين من تحديات تتعلق بالبيئة السياسية المضطربة في عدن التي قد لا تبدو مواتية لأن يزاول زمام القادم من الشمال مهامه من مركز البنك في عدن بعد أن فشل سلفه الجنوبي في البقاء بالمدينة واختار بدلا من ذلك الإقامة في العاصمة الأردنية. قرار الرئيس هادي على ما يبدو لم يأتي منفصلا عن دعم الحكومة السعودية التي تضع حاليا 3 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي وأولوياتها كما أولويات الحكومة وقف التدهور الكبير في قيمة العملة اليمنية الريال. السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر كان أول المرحبين بهذا القرار، حيث سارع إلى تهنئة المحافظ زمام معربا عن أمله في أن يساهم تعيينه في توظيف الوديعة السعودية بما يدعم سعر صرف الريال والاقتصاد اليمنيين. وقف تدهور العملة وضبط السياسات النقدية وتوفير أوراق نقدية إضافية وإعادة الثقة للبنك وإنعاش الدورة النقدية للعودة إلى معدلاتها الطبيعية في الدوران لا تزال هي نفسها الأولويات. يأتي ذلك فيما لا يبدو أن الطريق ممهد أمام المحافظ زمام لتحقيق نجاح يتجاوز المنعطف الخطر الذي يمر به الاقتصاد اليمني في هذه المرحلة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة المحلل الاقتصادي مصطفى ناصر. سيد مصطفى مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك سيد مصطفى. في البداية، ما الذي يمكن أن يأتي به المحافظ الجديد للبنك المركزي من يعني للخروج من الأزمة الحالية؟ من الواضح أن هذا التغيير في إدارة البنك المركزي جاءت بعد مطالبات أو بعد ضغط من اللجنة الرباعية المشكلة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، وكان الغرض هو أو كشرط لبدء نفاذ موضوع الوديعة السعودية المقدرة ب 2 مليار دولار، وكذلك أيضا مرتبط بالدعم الذي يمكن أن يقدم للبنك المركزي من هذه الدول عبر صندوق النقد الدولي وغيره، وكان لابد من عملية تغيير في إدارة البنك المركزي لتفعيل أداء دوره خلال المرحلة المقبلة. هل سيكون محمد زمام هو المعين حديثا، هو الشخص المطلوب والمناسب لهذه المهمة؟ هذا السؤال ستجيب عليه الأيام المقبلة، لكن كان الشرط أن يكون هناك تغيير في إدارة البنك المركزي،
وأعتقد أن هذه الخطوة بكل تأكيد ستليها العديد من الخطوات فيما يتعلق بأداء البنك المركزي، لا سيما وأنه شهد موتا سريريا خلال المرحلة الماضية عقب نقل البنك من صنعاء إلى عدن في سبتمبر عام 2016. نعم، لكن يعني نفهم أن محمد يعني زمام أتى باشتراط سعودي قبل كل شيء. لا، لم أقل هذا الكلام، وإنما أقول أن هناك كان مطالبات من قبل اللجنة الرباعية ومن المنظمات الدولية أن يتم إحداث تغيير في إدارة البنك المركزي. هل طرح من قبلهم اسم زمام أو غيره؟ لا أعرف، لكن هناك عدة أشخاص من التكنوقراط كانوا مطروحين ومن المهنيين كانوا مطروحين على قائمة المرشحين لإدارة البنك المركزي، لكن في تصوري أن هناك تدخلات عديدة تلعب سواء كان في إدارة هادي أو في غيرها تتدخل في موضوع مسألة التعيينات، يعني فربما هي التي يعني حسمت الأمر لصالح محمد زمام. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد مصطفى نصر. أرحب بضيفي الآخر سينضم إلينا من إسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا بكم. أهلا بك سيد حسام، برأيك هل يمكن لتغيير الأشخاص أن يأتي بجديد؟ يعني هل يمكن أن يخرج العملة من دائرة الانهيار الحاصلة حاليا؟ الحقيقة وجود أي قيادة البنك المركزي دون تحسن في المنظومة نفسها، تحسن في روط العمل في قيادة البنك المركزي نفسه، حل الإشكاليات التي واجهها البنك المركزي بشكل عام، أيضا وصول الوديعة السعودية فعلا، وأيضا تحسين مصادر الإيرادات بالنسبة للحكومة، كل هذا يرعى المنظومة كاملة. شخص معين حتى وإن كان يمتلك خبرات العالم أو خبرات الدنيا جميعها في مجاله لن يستطيع حل الإشكالات إذا لم يكن هناك تكامل في الأداء الحكومي. وبالنسبة للبنك المركزي، إذا البنك المركزي بحاجة الحقيقة إلى مزيد من استقطاب الكفاءات وإلى تفعيل بعض الإدارات المهمة، إضافة أيضا إلى وجود مساندة قوية الحقيقة من جانب الرئاسة ومن جانب حتى الحكومة لعمل البنك المركزي. البنك المركزي الحقيقة عقب نقل من صنعاء يعاني من وجود ضعف في البنية التنظيمية للبنك المركزي، وكذلك أيضا عمل البنك المركزي يشوبه بين عدم أو لا استقرار الحقيقة. نعم، يعني مثله كأنه أداء فرع وليس أداء بنك مركزي، بنك البنوك وبنك الحكومة والآخر. وهناك مشاكل الحقيقة ليست متعلقة بإدارة البنك وحدها، وإنما أيضا مشاكل تتعلق بطريقة إدارة المعاملات. طيب سيد حسام، يعني ما الذي ينبغي اتخاذه من إجراءات على مستوى السياسات؟ تقصد سياسات المالية للبنك؟ الحقيقة البنك المركزي هو جدير باتخاذ السياسة المالية وليس السياسة المالية، وعلى رأس الحقيقة اتخذ البنك المركزي سياسات حاول إلى حد ما سيطرة الصرف وكذلك أيضا معدل التضخم، هذا القانون يفرض هذا الأمر، لكن ما هي طبيعة السياسة؟ هذا الأمر الحقيقة بحاجة إلى معرفة الواقع ذاته القائم، يعني هناك صورة تبدو بسيطة لا نعرف من خلالها إذا كان يعني الأداء البنك المركزي نفسه أو أن هناك مشاكل تتعلق بعلاقة البنك المركزي بالتحالف وبالحكومة. هذه النقطة مهمة، يعني البنك المركزي اتخذ بعض الإجراءات ولكننا لسنا متأكدين بأن هناك العراقيل التي تواجه البنك المركزي مرتبطة من قبل سياسة البنك المركزي نفسه، وإنما هي أيضا مرتبطة بعراقيل أخرى، وهل البنك المركزي فعلا يحظى بالاستقلالية التي ينص عليها القانون أم لا يحظى بهذه الاستقلالية؟ نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا من إسطنبول. أعود لضيفنا من القاهرة المحلل الاقتصادي مصطفى نصر. يعني سيد مصطفى، لو نتذكر أن الرئيس هادي في عام 2000 ومنتصف عام 2015 أقال السيد محمد زمام من منصبه كوزير للمالية، يأتي في عام 2018 لتعيينه مجددا محافظ للبنك
المركزي. هنا البعض يعني يضع تساؤلات، هل يعني الموضوع مشترط مقابل الوديعة السعودية أم ماذا؟ لا أعرف ما هي مبررات اختيار أو ما هي المعايير التي وضعتها إدارة الرئيس هادي في اختيار محافظ البنك المركزي، لكن الأهم هو موضوع هل هذا سينعكس إيجابا على التحديات التي تواجه البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة. البنك المركزي حاليا يعني مطالب بأن يضع حدا للتدهور الحاد في سعر العملة، مطالب أن يضع حدا لكثير من الأشياء أو أولويات، كثير من الأولويات سواء كانت متعلقة باستعادة الثقة في المنظومة المصرفية، بإدارة البنوك، بالرقابة على أداء البنوك والمصارف، وأيضا فتح أفق للعلاقات مع البنوك الإقليمية والدولية. هذه كلها متطلبات أساسية يفترض أن يقوم بها البنك المركزي. لا أدري إن كان قد وضعت خطة يعني في هذا الإطار، وما هي خطة المحافظ الجديد، ومن هو فريقه، وهل هذا يأتي ضمن فريق لإدارة الشأن الاقتصادي للحكومة كاملا. كما تطرق الأخ حسام موضوع تعيين لمحافظ فقط دون أن يكون هناك إرادة جادة في تفعيل أداء البنك المركزي، وأيضا تفعيل المنظومة المالية كلها بحيث يتحسن الأداء الاقتصادي للحكومة اليمنية كلها. بكل تأكيد لن يكون له أثر. كما قلت بالنسبة للتعيين بحد ذاته، هو جاء بعد مطالبات بأن أداء البنك المركزي ظل ضعيفا خلال المرحلة الماضية، ولابد من تفعيله، وكان هناك استعداد لدى صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية لمساعدة البنك المركزي لتفعيل أدائه، لكن للأسف الشديد كان هناك ضعف في قدرات وفي كفاءة البنك المركزي. أيضا هذا لا يبتعد كثيرا عن توجهات محمد زمام المعلنة سابقا فيما يتعلق بأنه يعني البنك المركزي ما يزال في صنعاء. نعم. لكن سيد مصطفى، يعني تفعيل دور البنك المركزي من صنعاء، نعم، وهل وما هو دور البنك المركزي في عدن؟ هذه كلها تساؤلات في الحقيقة ستكون يعني تحديات أمام المحافظ الجديد. نعم، لكن سيد مصطفى يعني هناك تدهور كبير مؤخرا يعني شهده صرف العملة اليمنية، ما الذي يعني ينبغي على محافظ البنك الجديد اتخاذه لي يعني الحد من التدهور أو معالجة الأزمة التي حدثت خلال الأيام الماضية؟ كما قلت هناك العديد من الأولويات التي يفترض أن تتم، سواء كان على المستوى المحلي متعلقة بإدارة البنك المركزي، أو على المستوى الإقليمي والدولي متعلقة بدور دول التحالف، وأيضا دور الدول الداعمة لليمن وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. بمعنى أنه لابد أولا عقب وضع هذه الوديعة والإعلان عن الوديعة أن أيضا تضع الدول الأخرى كل ثقة لها لدعم البنك المركزي على المستوى الخارجي، سواء كان في دعم الائتمان الخارجي وفتح أفق للبنك المركزي للتعامل مع مؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وأيضا مع البنوك الإقليمية والدولية. هذا من ناحية الدعم الإقليمي والدولي. هناك دور على الحكومة نفسها وأيضا على إدارة البنك المركزي، لابد أن تفعل إدارة البنك المركزي ويبدأ بوضع سياسة نقدية تحافظ أو تعمل على استقرار سعر العملة، وأيضا تعمل على الحد من مسألة تضخم العملة، وأيضا بالعلاقة مع المؤسسات الإيرادية الأخرى، مع البنوك، لتفعيل أو استعادة الثقة بالمنظومة المصرفية، لأنه كما تعرف خلال السنوات الماضية خرجت الدورة النقدية عن إطارها الطبيعي، وتحول المال إلى مضاربة عبر صرافين وعبر يعني جهات من خارج المنظومة المصرفية، وبالتالي يعني هناك أولوية لأن يتم استعادة هذه الثقة بالبنوك والشركات الصرافة المعتمدة، وأيضا وضع سياسة نقدية تخدم مسألة استقرار العملة
واستقرار الاقتصادي عموما. نعم، إذا تكرم بالبقاء معنا سيد مصطفى. سأشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، سينضم إلينا من محافظة تعز. سيد عبد الهادي مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا بك سيد عبد الهادي، يعني كيف تنظر إلى قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي؟ يعني ما الذي يمكن أن يأتي به؟ أعتقد أن قرار تعيين محافظ البنك المركزي هو نوعا من البحث على الطمأنينة أولا من جانب، والجانب الآخر على أن الحكومة تستطيع إجراء تغييرات وتحديثات في مسألة الشخص وحل الأشخاص وأداء المؤسسات، لكن هذا التعيين يتطلب عوامل مساعدة كثيرة. على رأس هذه العوامل انتظام الدورة النقدية الداخلية، نعم، وقت الاستنزاف ربط كل الإيرادات الخارجية بالبنك المركزي، خصوصا إيرادات المقترضات، أن تفعل الحكومة سيطرتها على الموارد السيادية مثل الغاز، النفط، المناطق الجوية والبحرية، الإيرادات الداخلية من المحافظات، وأن تبدأ بتشغيل البنك وأدواته، وأن تعمل على تشجير إمكانية الاستثمار وإمكانية عدم هجرة رؤوس الأموال الداخلية إلى الخارج التي تستنزف قسم كبير من العملات الصعبة، نعم، وتحديد قائمة كبيرة لأولويات الإيرادات والحفاظ على القطاعات التجارية التي أعتقد أن لها دور كبير في مسألة الاهتزازات في العملة إلى جانب الوضع العام، وفيما يخص مسألة الصرف وانتظام الإيرادات الداخلية هي الأهم. يجب أن تبدأ أن يكون حركة الجيش والتحرير والتثبيت الأمني والحركة المالية، السلطة تقوى من ثلاثة أجزاء، الجزئين العسكري والمالي هما الجزئان الأساسيين في هذه السلطة، بل إن الجانب المالي هو السلطة الحقيقية إذ يعطي مبيل القرار ما لم يتحول إلى جانب مالي. يجب تشغيل المؤسسات السيادية مثل شركة النفط أولا وشركة الغاز وانتجال الشركات الإنتاجية الداخلية وتهيئة عدن والمحافظات الجنوبية للاستقرار وإطلاق العملية التجارية وانتظام الإيرادات. نعم سيد عبد الهادي، سأعود لأكمل معك، لكن سأذهب بسؤال أخير ضيفي مصطفى نصر المحلل الاقتصادي. سيد مصطفى، يعني بالنسبة للحكومة بتعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي، هل ستكون الحكومة مساندة؟ وأيضا هل سيستطيع المحافظ العودة إلى العاصمة المؤقتة وممارسة مهامه من هناك، خصوصا مع اضطراب الوضع في يعني في عدن بين فترة وأخرى؟ بكل تأكيد هو سيواجه صعوبة في أن يستقر لتفعيل أداء البنك المركزي في عدن، فكما يعني تطرقت أنه هل لدى المحافظ الجديد نية لتفعيل البنك المركزي من عدن؟ هو سيقوم بتفعيل واستعادة دور البنك المركزي في صنعاء، من غير الواضح خطته في هذا الجانب. هل سيفعل البنك المركزي في عدن أم سيستعيد تفعيل البنك المركزي في عدن، أم أنه سيدير العمل من الرياض أو من الأردن؟ حتى الآن تبدو المسألة معقدة، وفي ظل هذا الوضع هناك طالبات بأن يتم تحييد إدارة البنك المركزي، نعم، من إدارة من تكنوقراط بحيث يتم صرف المرتبات وأيضا القيام بمهام البنك المركزي بعيدا عن أي تأثير سياسي أو ضغوط معينة. هذه كلها الاحتمالات مطروحة، ولا يمكن البت فيها إلا من خلال أيضا دراسة ربما يقوم بها صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة لتحديد ما هي احتياجات تفعيل أداء البنك المركزي. وأنا أتصور أن الدعم الدولي للبنك المركزي سيكون عقب هذه الدراسة وفي إطارها. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد مصطفى نصر المحلل الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. أعود لضيفي الآخر المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، هناك من يرى أن هذا القرار ربما أتى بناء على رغبة التحالف العربي، أو أنه إحدى اشتراطات الوديعة السعودية، خصوصا وأن السفير السعودي رحب بالقرار فور إعلانه.
أعتقد أن هذه المسألة ليست إلى هذه الدرجة، لكن هناك لجنة ثلاثية يمنية سعودية إماراتية، أعتقد أن القرار أتى بتوافقات بين الثلاثة إذا لم يكن البنك الدولي ساقطا في المسألة، أو أن هناك من يضحوى أو الأمم المتحدة قد تكون طرفا، وبعض المؤسسات الدولية التي تستعمل كما قال الأخ مصطفى نصر على حيادية البنك، وبالتالي هذا الرجل قد يستطيع ربط البنك المركزي القائم في صنعاء مع البنك المركزي في عدن، لكن لا قيمة له إذا لم يكن مستوطنا في عدن وقادرا على السيطرة على فروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية وأيضا المناطق المحررة كاملة، وبالتالي هذا في حالة أن لا يكون هناك اتفاق ولا تكون الأمم المتحدة والبنك الدولي طرف، لكن يستلزم هذا المسألة إجراءات كبيرة، هناك موافقة واضحة من خلال كلام السفير السعودي، وهذا يعكس أن الحكومة أيضا لديها الإمكانية لتمكينه من العمل لو بقى في عدن، ولديها الإمكانية الكاملة ما دامت رغبة التحالف متسقة مع رغبة الحكومة المحلية في تمكينه من العمل والأداء أيا كانت العلاقة الداخلية، ولا سوف تنتهي. نعم، لكن سيد عبد الهادي يعني هل يعني هناك لتغيير الشخوص يعني تأثير أو سيأتي بجديد، يعني خصوصا وأن يعني الرجل هو يعني محافظ جديد عين، بينما لم يغير شيء في بنية البنك المركزي بشكل كامل، يعني الرجل أعتقد أنه لا يملك عصا سحرية حتى يعني يقوم بتغيير الوضع الاقتصادي برمته. هذا الكلام صحيح، لكن يملك من حلله كل هذه الإمكانيات التي تحدثت عنها، قد يكون الرجل لتلك توافقات ربما جرت عن كل من البنك الدولي والأمم المتحدة، خصوصا أننا كنا قد سمعنا مسبقا قبل أشهر من الأمم المتحدة أنها تمارس ضغطا كبيرا لإطلاق رواتب الموظفين والعمل على حيادية البنك، وهناك ربما تدخلات من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصا البريطانيين المعنيين بالملف الإنساني والأمريكان بدرجة أساسية، وهناك ربما خضوع قدمه الانقلابيين الحوثيين، قدموا خضوعا كبيرا بحكم أنهم أصبحوا وحيدين في النشاط بعد أن غادر صالح النشاط، وأصبحت المحافظة غير المحررة تنظر إلى الحوثيين أنهم من نهب البنك ونهب رواتبهم وأنهم السبب الرئيسي في ما حالت إليه أوضاع المناطق المحررة ومضاعفة أوضاع المناطق التي زالت تحت سيطرتهم بفعل ما مارسوه من نهب وتخريب ومصادرة. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، أشكر ضيوفي، كان معنا من إسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، وأشكر ضيفي أيضا المحلل الاقتصادي مصطفى نصر كان معنا من القاهرة، والشكر أيضا لعبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.